انت وين؟ ها؟ ايوه ايوه وين موجود؟ بيت 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 بيتنا نحن؟ العدال الشيشة او بيت الشيشة العدال الشيشة. زين شو؟ اي اوبن ذا لايف. شو تقول انت؟ انا ما عارفك شو تقول. شو؟ لا لا زين بلا هم بزين. اسمع انا اسمع زين الا تملاك صلاح حبيبي تريقتوا؟ يلا ترياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني ما هو حالي حتى أصبح عليكم. صباحكم صباح الخير، صباح قبل ما يطير الطير، والطير له جناحين وانت ملفاك الخير. صباحك من غبشة شروة الذهب بالبقشة. شو التحرر انتو يا ناس من ذي النقشة؟ نقش الحبيب الغالي هكلها تصابيح الأوليين، وبالأخص هل البحرين، هل البحرين وهل الكويت وهل دارين وتاروت وعنش وسيهات وام الساهج والبقع، هاي كلها هنم صباحهم. أولها تتم بعد من عقب نقش الحبيب الغالي. صباح من قال يا يمه غداي اليوم قرصين، قرص مغطط بالسمن وقرص ناعم زين. المراد فهمه من هالكلام كله ان اللوادم تصبح مبشه ومستريحه ومريحه في بيوتها وفي مكاتبها وعند عيالها، ما حد يصبح مويم ولا حد يصبح يعني عاجد حياته او انه منتفخ او ان شفتوا اللي دايخ بنك. يصبح الصبح الويه يدخن، الويه بشوش، لازم يكون الويه لازم يكون فرح. ما الناس ما يخصهم تقول والله بلا ويه، قال والله توني ناش مرقاد عجيب، وتوك ناش مرقاد الناس شي خصها، توك ناش مرقاد تم من طبن. لا تظهر للعرب مساوئك، اظهر لهم كل خصلت حسنه وخصال الطيبة أظهرها. ناس ما حد يبي يشوف ويه مكشخن وويه معتفس وما تتحاجة وارم. ناس تبي تشوف الويه السمح، الويه اللي يجيب الخير. ناس ما تبي تشوف الويه اللي العسر. يا ربي صلاح ها وين موجود؟ أنا ما شفتك موجود. وين موجود؟ لا انا فوق حجرتي. فوق انت ولا تحت؟ في المطبخ. زين خليك بايك انزين لا تظهر. يلا فاقولكم الادمي لا يتعلث يقول انا توني ناشم من رقاد، ولا انا مالي بارض، ولا 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 ولا, ولا, ولا. لا لازم يا انك بتوك بارض ويهك معتين، إيلس في حجرك لا ترمس ويا حد ولا حد يرمس وياك. لازم تصبح الصبح بخير وسهاله، لانك رقدت الناس الها بالظاهر، الناس ما يخصها انت شو بلاك، وما بلازم انك انت شيء بلاك تصير تظهره للعرب. الناس الها بالظاهر وتبي تشوف الويه السمح، والله فلان ما رمنا ندخل عليه، تو ناس مرقات خير عند الله، خير ان شاء الله. شو مستوي؟ شو مستوي؟ بتقوم القيامه؟ الدنيا عايش ابوي وماشي بك وبلياك، كانك ابوي اصبحت ويهك بشوش ولا ويهك عسر؟ تبى الناس تقول انك ريال فيك خير ولا حرمه من حشراتك؟ اصبح مبشه وانت اصبح مبشه ومبسوط وفنان. لو ان شاء الله بك ما بك هذاك لك لك، اي شيء فيك هذا يخص فيك انت. لا تظهر بوي الجانب المويم والزعلان والحزين واللي ما ادري شو لك قدام العرب، ما حب يقولوا النعم كلمه والنعم، والله ما يقولون الا الخيبه والنيبه وكل شيء معذرب ينحط فيك انت، لانك مصبح ناس تصبح تقول لا اله الا الله، ما تقول الوادم عليكم غضب الله، تصبح تقول لا إله إلا الله. يصبحون بخير وسهالة ومبسوطين، يعني ودك تشاهده الآدمي
من 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 تنش من الصبح، من اول ما تنش ودك تشاهده، لان الوجه يتبهلل، الوجه متبهلل وغادي بخير وساله، ما حد يبي يشوف وجه واحد وجهه يدخن معجد حياته وغادي الوجه مترضف، روح الوجه يا الله من فضلك يا الله تعافينا، وبعد تزيده غيظ وتزيده تعجيد يسدك اللي جاي انك في تالي زمانك وغادي الوجه الله بالمستعان يا غير مرك دياي حد من الوادم. لو ما ترمس بالكلام الطيب يسد بشاشة وجهك هي الطيبة برايك، لا ترمس لكن لا تعجد حياتك بالمستعان. أخص هذين العرب اللي يجلسون عندهم قضيان الحوايج العرب، إنزين ما تروم تساعد، ما تروم تعطي، لا تبوز، لا تحيس وجهك، لا تحيس وجهك، لا تحيسه يا مال ببريجة، لا تحيسه يا مال بلويوه، لا حجبوي اللي حاسوا ويوهم ياهم ببريجة وياهم أبوية هابو الويوه يسمون حيس الوجه، يغدي الواحد وجهه في مقفة من كثر ما هو وجهه عسر ويشين النفس على العرب. رب العالمين يحيس وجهه، يحيس حيس أبدا تأييه يحيس وجهه يسمونه بلويو، هذا من كثر ما هو شين من داخل، لا لا دمي شيء من الله مرض من الله حياه الله يا غير. أنت رب العالمين عاطنك وجه صبوحي تخليه وجه مسائي، ما يستوي بارك الله فيك، والله ما يستوي، قسم بالله العظيم أنه ما يستوي. استغلوا هالويوه النيرة، استغلوهن استغلوهن أبوي بالابتسامة، استغلوهن في قضايا قضيان حاجة العرب، والله يا أبوكم يلي يقضي حواج اللوادم يني خطف يقول لك على الصراط المستقيم، يخبرون المطاوعة يقول إني خطف على الصراط المستقيم برق لا هود ولا هدى، لا يرمس لا ملك ولا زيد ولا عبيد ولا يرمس، يشوف اللوادم تتعقق من الصراط المستقيم، حد يمين وحد يسار، حد يمين ويطيحون جهنم تبلعهم. وهذاك البشوش اللي يقضي حواج اللوادم سيده دايركت الجنة، لا حساب ولا عقاب، لا همك الله ولا هم يحزنون. أبا وحدة منكم مشين النفس، وأبا واحد منكم حايس ويهم صباح الله خير، اللي حيس ويه لحد حتى يسلم علي، لا يسلم علي إلا البشوش الفنان الضحوك اللي يضحك ويمسح الجريم ليودي الخير اللي تنقل خصلة زينة من اللوادم وياخذها والشين يودرها للهلا. وين الناس الشينين يخلي خصالهم الشينة لهم. حبيبي منو انت ويا منو بعد ويا منو تكلمت؟ تعال 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 خلنا نتفاهم، انا ويا منو تكلمت نفرة تليفون يعني حبيبي تميت تتكلم شوية. حد يانا؟ سيارتين؟ سيارتين؟ نفرين عندنا؟ ما أعرف. ما صرت تسلم على الرجال؟ هاي مشكلة تكبير يا صلاح، مشكلة تكبير. يلا المهم الله يحفظكم إنه برنامجي اليوم الحين عندي جايني رجال. صلاح تعال عدالي، تعال عدالي هني، تعال جايين الله يحفظكم رجال. الرجال هذا الحين شاورنا جماعته وقلنا له انه انه في خاطرنا نحن، وانا انا ساير دبي اليوم عندي اجتماع، اجتماعي الساعه 6 المغرب. ليش تضحك؟ وين الاجتماع ثاني؟ خير انت عايفه وترى اللي يصير دبي خيخه؟ ايه دبي بس الخيخ؟ ايه لا لا دبي بوي العرب كلها تصير لها، دبي بوي فاتشة بيبانها وبيبانها طلقه للعرب كلها، الشيخ والعشيري اللي عنده واللي ما عنده. عافيه عافيه مديتين، وانت حاسدني على سيره دبي؟ الله العظيم صلاح روك انت فيلم. اقول لكم وانا ساير دبي بخطف على مزرعه، مزرعه جماعه، وترخصنا منهم قالوا ان شاء الله بيجيك الدليل وبيوديك للمزرعه. وطمش طالع لي تباه، قلت لهم هاي بقعكم ما بمال زرعه، قالوا لي انت متى تعديبها؟ تعديبها ابوي البقعه هاي انت قبل 35 37 سنه. آمين. تعال انت الحين بنرويك شو نحن فيها المزرعه هاي. قلنا لهم ان شاء الله، قلت لهم بترخصوني براين اصور؟ قال انت عاد على هواك. انزين المراد بخطف انا مزرعتهم، بخطف بشوف ترتيبهم في النخل في الهنبه في طريقة الري، بشوف يعني إن شفت شيء وهو يستاهل للتصوير بصوركم، شفت شيء عادي ما بيصور لي على الخالي.
هذا اولا. وثانيا بكمل متى بخلص؟ قول الساعه 1 ولا 12 ولا انت بكمل ابوي طريقي جده. وين؟ دبي. دبي دار الحي. عندي اجتماع الساعه 6 المساء اذا الله راد. ان شاء الله بيكون غداي اليوم في دبي. وين في وين بتغدى في دبي؟ العلم عند الله. اغلب الظن انه بيكون في مطعم، ما خبرت حق حد اني بيتغدى عنده. وان شاء الله اني بتغدى في احد مطاعم دبي وبتري لها خلافيه الوقت دلتي عندي في سيارتي. بنصير انا مهندس منال وخلاص بنصير نجتمع ويا الجماعه اذا الله راد. الله كريم. الله كريم. يلا قم قم يا الشيب، قم يا الشيب. ها لا تتكون لا تتكون. هدوا المسلسل، هدوا تراه وياك. لا وين جايينا طماط وجايينا خيار وبيليان من عند جماعه من باب الله، لكن كله اورجانيك. هذا كله اورجانيك وهذا تينهم، هذا تينهم ابدا ما ينسك. شوف الله عليكم التين، شوف التين والله عليك. هذا انتاج ابو ظبي، هذا انتاج ابو ظبي الحبيب تبارك الرحمن. يوم يقول لك التين المتفضخ يطرون هذا متفضخ مطرطر متفتق من اطرافه ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. ما وبي إيه كم باكل في خاطري، مش قضية كم باكل، ما بيهون علي أعطي حد المشكلة، ما بيهون علي أعطي حد يا ربي. وين بيهون علي أعطي حد؟ لا بيهون علي أعطي حد ولا شيات. مني ما بره ما أكل، لا والله باكل أنا الله تاب الرجيم. أبوي اخترت أنا إن شاء الله بخليها تغسلها وأخبركم عن البنت وأنت البنت. Thank you. Welcome, sir. تعالي تعالي تعالي. Show me. New color today? No. Huh? The same or what? Just in a bus. حنا؟ Yes. ما شاء الله. حناك خضر يا عريس، حناك خضر. ليد الزوج على المعرس. ما أنت قايل خطر، الخطر زال عنك الخطر. ها خير إن شاء الله. ماشي. سلمت على الرجال؟ أشوف أشوف. سلمت عليه لو لا؟ إيه خلاص. إنزين ها ها ها. يلا. دوارك شلي بوي الباجي حطيه في صحن بليت لا تخليه بكرتونه او وحطيه في الثلاجه لا تخليه حد يسكه لين اي إن ما في دون نو بدي تاتش اي ويل كل يو اني بدي تاتش دوارك اي كاونت ذم اي نو هاو ماني بيس انسايد ها يا ويلك هي تحمر يلا اوكي يلا. هذا التين وصل بخبركم عن هذا انتاج سنتي ابو ظبي. هاي اللي يقول لك التين اللي بيتضحك. شوف الله عليك شوفوا انتاج ابو ظبي. وهاي اللي روحها متفتقه على هاي لو بيظهر ابوي من قبره بيقول لي لا تاكل باكلها. ما بروم ما بروم خاطري فيها خاطري. يس اه يا ابوي ما بمال واحد واثنين وما بمن هاي اللي بياكلون اللب وبيعقون اليلاف ما فيه شيء. سمعتوا اللي يقول عنه كل وسكت هذا هو يطرون هالتين يا ابوكم تين ابو ظبي يقول يوم بتاكله كل وسكت لا ترمس ولا تتنطق ولا تتفوه بحرف من عقب ابوي. تبي صلاح؟ ما تبي تين؟ شنو؟ دواركه؟ شو صلاح طالب اليوم ريوق؟ دماغ صبر 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 قطع يمكن هالتينه والله انها لثم ما يضمها من كبرها. صبر ودي لك بقى اول هذا ها شكر والله يا ابوكم ان شكر ريج حسيبي يلا ان شكر ريج. لا اله الا الله ترك شيء ولا موسم كل شيء ولا موسم هي والله سبحانك يا رب. شو شكرك اي كرت واي 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 تدرون صلاح شو يسأل عنه؟ شو شو؟ واي معاش اي معاش؟ إيه؟ المعاش اليوم تاريخ واحد خلاص بابا انسي الحين بيب الشيشه تسحب المعاش؟ اي دور ماشي ان شاء الله حبيبي بترول ماشي؟ إيه؟ ما تذبك خلاص بابا ان شاء الله حبيبي الحين شيل الكرت ترى نحن بذات البترول اللي حق صلاح هن عنده ما حد يسكهن
يعزلهن عليهم، البيزات اللي حق الصالون والبيزات اللي حق صدقه، كل شيء يروح يعزلهن، يسوي لهن زوايا في البوك كل شيء ولا شيء. صباح الخير بابراهيم. اقول لك صلاح ضبطتوا له ساعته؟ وين صلاح؟ ترن حينا دوارك. كل صلاح، كل صلاح. صلاح اثنين يلا قول الو. شوف بدهم الو الو صلاح عليكم. ها بعد السلام عليكم صلاح اعطيت بيزات؟ وين؟ جيب جيب فلوسي. لازم اشتريت لك الساعه انا 100 صلاح 100 نول التبر مج بس سكري التليفون. ولا على سكر. يلا 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 ايه زقري حفيظ 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 لا تجيب ابوي الدل حق الدار. دبي دبي عليكم السلام. يلا تجيب لنا دلة غليظة ان شاء الله حبيبي. دلة غليظة رقم واحد، دلتنا العادية مال السفر العودة منهم نضفوا الفنايل. ليش كنسل؟ توكل على الله. هذا رقم زين الحين. ها امسحوه شو يبقى ما يبقى رقمها عنده هي امسح صراحة. ها رقم منهل خليني تتبابا بنخلي يختلف تليفونك ولا شيات منو بيصلحه؟ ترى اسم الخبير مهندس. يقول لك لا تنسى دبه دهن، يبون دهن حق بيتكم خلف ان شاء الله. ما بينسى. كل يوم رحلتين، كل يوم رحلتين على اضخم طائره في العالم، عباره قصر وطاير، فريج طاير، باص من الكبار وطاير، من دوله الامارات الى مسقط الخير، من دار العز الى دار البركه والطيب مسقط. يوميا رحلتين. اكبر ناقل جوي اللي هي الطياره اللي هي 380 في اقصر مسافه اللي هي 340 كيلو من دوله الامارات الى مسقط 340 كيلو، وبمده زمنيه قصيره فوق ما تتخيلون. يعني اقصر مسافه تطير فيها طياره 380 هي تسير الرحلة من دولة الإمارات إلى مسقط، يعني حوالي 700 آدمي تشل ساير و700 آدمي جاي، يعني يوميا آلاف العالم بيون من وإلى، من مسقط الحبيبة يزورون دولة الإمارات، ومن دولة الإمارات يزورون مسكة الخير يعني الله يحفظها من ذا. انزين هذا تعرفون شو معنا؟ هذا إنجاز عظيم بيفك العرب أبوي من الطرق الطويلة. خبر هذا نزل في الجرائد ونزل في الأماكن كلها، خبر يثلج الصدر ويقوي العلاقات بين البلدين. يا الله يا رب تعزها من دار وتحفظها، وتحفظ من يتخذ القرارات الصائبة الجميلة من البلدين، من عمان ومن الإمارات. يا الله تحفظهم من بلاد وتبارك إن شاء الله في شعوبهم وحكامهم والبطانة الصالح يا رب العالمين. الشطارة الشطارة في راعي المزرعة، إذا يستغلها صح بيعرف شو يسوي، ويسوي البيئة اللي توالم الزرع وتوالم الحيوان. رب العالمين بيطرح البركة إذا أنت عندك أول بادي الدراية، ومن بعدين تستوي العناية. أنت ما تقدر تعتني بشيء وأنت ما تعرف طريقة العناية. شو سبحان الله هالجماعة تبارك الرحمن، ما شيء مخلين بضيحي بالغزلان مها كل ابوي ما شاء الله. الشباب هاي اجتهاد شخصي منهم، زارعين ومحط مسوين الظليل، ومن متى من يوم الصبي راقد تبارك الرحمن. ودي اصور وانا من انزل، لكن يفلن. لا والله حليلهم والله ولا قال شيء. سجينا التاج ما شاء الله غزير وقوي، على البيئة وضاريات على الـ ياكل من الحنبل ومن قراميص السمر، والحمد لله سمان ويتوالدان ويتكاثرن وياكلوا من طرفن ويجسمون للصاحب والصديق. المواطن يوم يعطى أرض أو أي إنسان هاوي للزراعة مفروض أن تكون هوايته من الخاطر. هبي يشوف حد سوى ويتبعه، والله بسوي شراته. سوي شراته إذا أنك أنت موجود أول بادي،
الرحمة في قلبك لازم تكون موجودة، لذلك بتكون أنت رحوم على الحيوان وبتشبعه، ما بتيوعه، بتشبعه بتمزر بطنه. شو تبارك الرحمن، هاي يسمون البرم، يوم يقول لك البرم، هذا البرم شيء يجدم وشيء يخر، شيء يجدم وشيء يخر. هو عز شهر 4، لكن شمل المناطق الجريبة من الساحل، البرم مالها يخر، فيخر شهر شهرين. فهذا ما يقول لك والله وقت البرم وقف، لا، وقت البرم ما وقف، وقف في الأراضي الصحراوية الجبلية، لكن في الأراضي الساحلية بعد مثل ما تشوفونها هذا ما شاء الله إنتاج غزير تبارك الرحمن. وهذا كله ينفع البني آدم، ينفع الحيوان. قال يلا بمال، قال يلا بوالي، قال يلا بمال، قال يلا بوالي. إذا أنت يا الوالي على الموضوع هذا، والي الدبش، ما عندك لا حب الدبش ولا عندك طريقة العناية فيها، بس تبغي اسم، تبغي بس مجرد اسم انك انت عندك الشيء الفلاني، شو الفايدة؟ ما شيء فايدة ابدا. لازم تكون عندك الرغبة والدراية وطريقة التغذية وخلاف رب العالمين، الله بيجعل لك البركة. وايدين قالوا والله نحن خدناها نماتن بيموتن، ما بتهلتشن بيموتن، بتطعم بطنك وبتخلي بطونهن هاوية بيموتن. والله أقولكم بعد الله يحفظكم، سمر يجيبونه من السودان، سمر ينياب الشتل مالي من السودان، سمرة السودان تصير فوق، سمر مال السودان يصير فوق في كبد السماء. عقب أبوي غدي شرات الخيمة يا أبو في دبي، ما أدري هل إنه موجود عندنا في أبو ظبي ولا لا، لكن مدام موجود في أبو ظبي أكيد إنه موجود، مدام موجود في دبي أكيد إنه موجود في أبو ظبي يعني. فسبحان الله يعني. ما أطريلكم ودوم أخبركم إن الهمبة يحب القتل، يحب القتل، هذا القتل يعني، لازم الهمبة متدوخل بعضها مع بعض في زراعة. يوم بتنسق والشير صغار بيعطيك ناتج من يكبر، لأنك عناية الزراعة يوم بتعتني فيها وهي صغيرون بتعطيك ناتج وبتعمر وبتغذي الزراعة من أروع ما يكون. ليش؟ لأنك أنت اعتنيت من الأساس، من الأساس اعتنيت، فلذلك لكل مجتهد نصيب. وهذه أرض مليح، هذه أرض أبو ظبي، كل شيء يضرب فيها لأنها الأرض طيبة وأهلها طيبين وأي واد وأكرام، وين ما تصير تلقط اليود فيها هلها. فلذلك رب العالمين جاعل اليود والطيب في أرضها ومباركنها دون عن كل الأراضي اللي في الدنيا العودة، لأن رب العالمين جاعل في هلها الطيبة وصخاة النفس والكرم والأخلاق وحسن الضيافة ومساعدة الآخرين. فأبو ظبي ما شيء ما يظهر فيها، أبو ظبي انزرعت اللومية، انزرعت الشخاخة، انزرعت التينة، النخل بنواعة، الهمبة بنواعة، كل شيء يظهر فيك انت يا أبو ظبي، دون عن كل بلاد رب العالمين جاء البركة فيها وفي أرضها. هاي رحمة من الله، رحمة من الله رب العالمين اصطفى فيها بالأخص هل الإمارات، أرضهم طيبة وجيدة وناتجها جيد، لأنهم هم ناس الأيواد، هم ناس الأيواد، انعطوا ما منوا وانعطوا أجدلوا بالعطايا، عطيتهم تجزلة، عطيتهم تجزلة ويون كرام. فلذلك العيال يهابون بهاتهم في الكرم والطيب والأخلاق، هاي كلها نعمة، نعم وفضل من الله سبحانه وتعالى. يوم يطرون لك الشيرة اللي ثمرها أكثر عن ورقها، يطرون اللومية هاي، يوم يقول لك الثمر أكثر عن الورق، يطرون أبوي هاللومية، يطرون أبوي هالناتج اللي تشوفونه تبارك الرحمن. اللي يتحرى اللمبو، بس هو الحجم هاك الكبار اللي نص الفنيال، ترى غلطان، اللمبو بوية 3-4 أنواع. هذا أحد أنواع اللمبو اللي هو بمبر سناسين، اللي يقولون عنه بمبر بالسناسين، هذا بوية أحد أنواعه اللي كل حبة كبر حبة القهوة. وشكر ريج، شكر ريج، شكر ريج، شكر ريج، عمار 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 يا دار الطيبين، عمار يا دار الطيبين. لو تسوي 1 و2 ها الخفة، شكر. الحمد لله رب العالمين في بلادنا الحبيبة تطور، مش إلا بس في الأبراج وفي الشوارع وفي البنية التحتية، تطورنا زراعي، إنتاج
أراضي صحراوية قاحلة تحولت بقدرة قادر تسخير من الله سبحانه وتعالى إلى إنتاج جميع أنواع الفواكه جميعها بمختلف أنواعها. لا تم هنبة، لا تم لومي، لا تم أبوي مركبي، لا تم موصلي، لا تم موز، لا تم تين، لا تم عنب، لا تم كل شيء، كل شيء أبوي يظهر ويوالم البيئة، كل شيء يوالم البيئة. وهذا اللي تشوفونه هذا الصحوب بالعرب الأول، الزام الزام يا الزام، هذا هو الزام، هذا هو الزام. شيرة الزام شيرة تثمر في هالوقت، هذا وقت حين الطرح، حين الناس تأكل منه. هذا اللي تشوفونه هذا حين وقته القرمزي، هذا البالغ، هذا تشوفونه هاي الزامة، حد يسميها فاكهة الصحراء، هم من فضل الله سبحانه وتعالى. كم في خاطري هاي، الله يبقم، شكر ريج شكر توني كم كلت أنا منه، غفة بغفتة غفة بغفتة. حبت شارات الزيت كبر، حبة الزيتون لونه قرمزي، اللذة اللي في الدنيا كلها فيه. شيارة الزام من الأشجار المعمرة من شيارنا الخليجي، بالضبط بيئة الإمارات، ما يخلى بيت من شيرة الزام من يوم نحن يهال لين يومكم هذا. والحمد لله كان وما زال العالم كله مهتم في شيرة الزام، وحين أنا أرويكم وأريد أخبركم أن ارتفاعها يزيد عن عشر تمتار. وهذا ثمرها ثمر غزير ولذيذ، وهذا وقت الزام، ها شوفوا هذا الزام لونه قرمزي، وهذا اللون الخضر ترى بعد ما ببالغ، ها يتحتحت، شوف الله عليكم، ها ما يبالك كلام، ها صديقي عندي، ها ما يبالي واحد واثنين، شيرة صحراوية لا تبع بالي ولا همك الله، وطعمها شكر ريج تنبت في كل مكان، وتقهر الحرارة، تقهر الرطوبة، كل شيء. والله يبقى فنان. وهل بالمزرعة هاي اللي أنا فيها، ما شاء الله ما شاء الله ما كتر الله في مزرعتهم اللزام، ترى ما يبالي زود عباله ولا يبالي زود ري ولا يبالي زود غربال، ها شو اللي يلمالها، شو المدحاها شيء، ما يبى زود عباله، ها متحتحت كثر التراب تحته، ياكل من الضباء وياكل من الغزلان، ياكل من الضيحيه والمها، ما شاء الله والدنيا مطرجه، الامور سهالات وكل زين وكل فنان وكل غاوي. جعل دفاع اتبل ان شاء الله عنهم وعن عيالهم، مكان فنان وجميل. وشكرا على هالعنايه والمحافظه ابوي على التراث وعلى الزراعه اللي من بيئتنا، زراعه بيئه الامارات كانت وما زالت، وان شاء الله لين تقوم ناقه صالح. تشيخ في بلادنا أكثر عن بلادهم، منتجات تزرع في دولة الإمارات وتشيخ وتتعظم وتغدي شيء تول وغزيرة الإنتاج، وهي ما في موطنها الأصلي بل في منطقة مغايرة بعيد بعدها بعد السماء عن الماء. الإنتاج في دولة الإمارات في مزارعنا، عند جماعتنا، عند أهلنا، عند شبابنا الطموح، تبارك الرحمن عندهم طموح قوي قوي قوي، لكن يبغي الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد، الله وفقه، ولكل مجتهد النصيب، الاجتهاد الله وفقه وطرح البركة في انتاجه. مثل هالمكان اللي أنا جيته الحين، مزرعة ما شاء الله متكاملة، الزراعة العضوية، الطيور، الحمام، الفزن، البط، الوز، الغزلان بنواحة، الضباب بنواحة، الوعيلي بنواحة، الضيحي بنواحة، كل شيء عد دام شيء طموح وشيء رغبة بأنك أنت تغدي إنسان جيد وتحسن من إنتاجك، رب العالمين بيسر أمورك. لو بتحصل صعوبات ما شيء مشكلة، الصعوبات موجودة في كل شيء، حتى في نشر الدين الإسلامي كم تأدى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نشوف الناتج مليارات المسلمين، الأول واحد واثنين المسلمين، لكن تشوف الصبر شو سوى. هنمونا حين ما شاء الله عليهم شبابنا بطريقة صبروا وثابروا واجتهدوا، ورب العالمين طرح لهم البركة في رزقهم وحلالهم. إنما هذا مال قمض برج ما شي أبوي، قمض برج مال هوي هوي ما شي فايدة، مال جلدي جلدي فايدة ما شي، بارك الله فيكم. ما ينفع أبوي إلا الشغل الزين والشغل مضبوط. والله يا أبوكم أتحرى عمري، خبرتكم وين بسير في دبي؟ أنا ساير أبوي دبي اليوم، عندي اجتماع مع مجموعة من الناس جايين من دار البعيدة،
واجتماعنا إن شاء الله بيكون في الأدوار الوسطى من برج خليفة، بنجتمع وياهم. قالوا عازميني على كوفي، منيت والله على غداء ولا عشاء طلع كوفي، من أوليها عزيمتهم على كوفي. الله المستعان. نمرة والله تمنيت إن عشاء، لو عشاء بعد زين حد من العرب بعد غيرنا وعزيمته، يعني في نص لا هي خوب ولا هي خراب، لكن بعد زين يزاهم الله خير. كافينا في برج خليفة، لا لسم روحه يزيغ بلاد، لسم روحه يجيب الرهبة. وبالأخص جايين أبوي من إيطاليا، بنجتمع وياهم بنتفق بنطالع شو الحس، شو عندهم شو ما عندهم. إذا الموضوع يرزى تصوير وفي شيء للتصوير ترى صورنا وخبرناك وش الهست، لكن الحين يقولون استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وإن شاء الله إن الله يسر الأمور وتوفقنا إن شاء الله نبقى نخبركم عن السيرة والجي، وكان فيها سيرة لإيطاليا ولا ما فيها. كل تحيدون حمالي أصطح ما خلي شيء ما رمس عنه. يعني شل مال زهر، بس هذه هالصور يبوها وبصواتهم أصواتهم ضعيفة، فشي يقول فيها ويوزام زميتين ويوزام زميتين ويوف ماميتين ويوزام زميتين ويوف ماميتين ويوزام زميتين ويوزام زميتين. حتى الزامة ما سلبت. أقولكم اتصلنا في المنقذ محمد مطر بن شو بحب نضم، اتصلنا في المنقذ محمد مطر بن قرونة المهيري إزاه الله خير. أنت وين قاعد في الدوام؟ تخبرنا شو رايك؟ قال ابوي سيرو شو مشتهين، لحام دياي شو اللي تبغى؟ قلت له مشتهين ابوي سي فود. قال سي فود سيرو مطعم الفلاني، مطعم الفلاني في الفندق الفلاني قرب المطار، بتلقطون اخير سي فود في الدنيا العوده. نحن والجماعه الفلانيين دوم اني عانين، دوم اني عانين عنوه هني، هني عنوه هالفندق وهالمطعم اللي فيه مميز، ما شي شرات مطعم وقرب المطار. قلنا له شكرا يا ابو مطر، بس ابغيت اخبركم اول ما دخلت لقط الرجال. نعم نعم عزيز وغالي سقابي، وعنده ابو ضيوف من هالكويت ما شاء الله، يا مرحبا تعرفنا بياهم والامور طيبه. وانا دوم اشوفك الشعاف الحسين وجمال ونعم فيهم وفيك الله يحفظك. نعم. شكرا شكرا جزيلا لا خبيث بيان بالله عليكم. الربيان شوف الحبه كم اكبرها، تايجر براون يسمونه بعد بالله، براون هادي تايجر برام. كل فنان وكل فرش وكلها كله طايح ابدا، كل جديد. كانهم سيباس والسوبريم والزبيدي والحواسين والساردين والحمر والصافي والحمام. هذا الحمام عاد الحمام عاد هذا ما شراته سمشي في الدنيا العوده، وهو اميرات وبوالي يعني نعمه. ابوي اخترنا ابوي حلوايو واخترنا سيباس زين وربيان ونغارة الحمد لله نعم يبقى الحمد لله. وبنطلب عيش بعد من غير طلبت ابوي انا منهم، يسوي لي سبانخ مع الثوم والفلفل وبروكلي وما بروكلي هاي الاشياء. اقول لكم هذا الرجال اللي تشوفونه احنا وايد. شكرا جزيلا جزاك الله خير، تفعل الله شر البلع عنك، طال عمرك طال عمرك. يا ربي ما زينك البنات يوم تصير مطعم وتطلب، الأخص إذا أنك مكثر في الطلب وطالب. لا لا تخبرني عاد ولا عندك خبر، لا 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 يا ها أخبرك عقب. أقول لكم الرجال هذا اسمه عيسى الدبل، رجل ما شاء الله عليه وايد خير، تلاقيت وياه في مكة شرف الله. هذا كان أول لقاء، متابع قوي، وجيته اليوم فجأة بعد تلاقينا في المطعم هذا. هو ما وعيت له، قال والله أدوا الفاتورة عنك، قلت فخاف الحمد لله يا الله. أسميني عيبني يوم حد يدي فاتورتي، بالأخص عادة يوم أنا ما أدري، حتى لو أدري بسوي عمري ما أدري.